مثلا من جهان عشان نشبك نت، نقطع مسافة كبيرة، مسافة كيلو متر تقريبا. النت طبعا قاطع عن قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي قاطع من قيمة أسبوع، واحنا من جهان عشان نشبك نت على الشرائح الإلكترونية. انت شايف كيف العالم وراي، كيف كل واحد جاي بده يطمن على اصحابه، على اهله، على احبابه، لانه انت شايف فيش امكانيه تصل لمقطع غزه، يعني ممكن تقدرش تصل يعني من دير خان يونس لرفح، ما تواجه صعوبه كبيره. احنا من جهان نقطع طبعا مسافات طويله علشان نشبك على الشرائح الالكترونيه الاي سيم عشان نطمن على اهلنا في غزه، في غزه او خارج غزه. طبعا لانه النت في غزه فوق له فوق الثمان ايام، حتى لما بيجي تمام بيجي متقطع ما بيكون ثابت. سلامة حبيب الله، السلام، الله يسلمك.